هنعمل النهاردة ان شاء الله جيلي. هنحط المية على النار زي ما انتوا شايفين كده، معايا 8 كوبايات مية، هحط عليهم 4 علب جيلي. طبعا هنحضر الاطباق وهنحط في ارضية الاطباق الموز وهنقطعه كده. السكر حسب الرغبة، هتحطي السكر وبعد ما المية هتغلى هننزل بالجيلي. الاول كنا نحط جيلاتين، دلوقتي مفيش، مش زي الاول كده يا جماعه. ف الجيلي ان شاء الله هنعمله، بتقلبي بتقلبي كده لحد ما السكر يختفي خالص، ونسيبه على النار من 3 دقائق ل5 دقائق، وبعدين هنحطه في الاطباق. شايفين كده؟ بعد ما هنحطه بقى في الاطباق بتاعتنا، هنرص الاطباق طبعا، هنقطع الموز في الاطباق كلها، واللي مش حابب الموز هيسيب الطبق بتاعه من غير موز. هنحط بقى الجيلي في الاطباق كلها، وبعدين هنبدأ ان احنا نحطها في التلاجة. على قد ما تقدري بقى سيبيها في التلاجة علشان الجيلي يمسك كده كويس ويبقى حلو ان شاء الله. فيديو قصير جدا جدا، اعملولنا لايك على الفيديو. شايفين بقى الجيلي بعد ما طلعناه من التلاجة ياخد وقته بقى لحد ما يجمد. دوسوا لايك على الفيديو، يا رب تكونوا استفدتوا. كان معاكم رباب الجدام.